met jou. Ja, ja. Auto يركب وعن مالي زي ما طلع منا بس مش طالع لاني راحت مننا ما بقى نشوفها بحياتنا ما بقى ما نقدر نحط اجرنا فيها. الاسم حسن سالم، العمر 37 عام، متزوج، عندي 4 اطفال، 3 صبيان وبنت، من حلب من الفردوس، وعبرنا بهالبحر وظلينا جايين لهون على جزيرة ساموس اللي هلا نحن فيها، واخذونا على القم، لكن علقنا هون بالجبل علقة كثير كبيرة، فتفاجئنا بالقم كثير كثير. اني خيمة ما بتطلع مترين بمتر ونص، فيها انسان مثلا رجل وزوجته، فيها 2 شباب، المطر بتنزل بتشيل الخيمة، البرد بقتلهم، سخانة ما فيها، كهرباء ما فيها، يعني ما بعرف، يعني عيشة بألا تموت أو موت ميت فوق التراب، هذاك ميت تحت التراب، بالقم ميتين فوق التراب، مهن ميتين تحت التراب، ميتين فوق التراب، لأني حياة مأساوية جدا صعبة. وطلعنا من المخيم وطلعونا أطباء بلا حدود، وبسبب أطفالي الصغار يعني طالعوني حطوني بفندق، بس شفت يعني غير كثير من الأربعة أشهر، من الخمسة أشهر، من العشرة أشهر، من الإداعش شهر، من السنة نايمين بهاي المأساة، نايمين بهاي المقبرة.